السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. النهاردة فيديو عشان جاني تعليق مستفز جدا، كان لازم أرد عليه بفيديو. يمكن يكون لحضراتكم رأي تاني، ياريت تشاركوني رأيكم في التعليقات. التعليق بيقول: لا تقبل شهادة راعي الحمام. تقريبا هي سيدة أو أخت يعني من بلد عربي شقيق، فهو عندهم في حاجة بتقول، سمعت عنها قبل كده فعلا، في رأي عندهم بيقول لا تقبل شهادة راعي الحمام، لكن هي مش بالظبط كده زي ما هي قالت لي، لكن هو المقصود منها ان هما الكشاشين، يتقال عنه الكشاش اللي هو بيطير الحمام وبيمسك حمام غيره، عشان كده فعلا عندهم لا تقبل شهادته في المحكمة. هل كده فعلا تربية الحمام حرام؟ اعمل لايك للفيديو وتعالى على طول نبدا الفيديو. اولا لازم نشوف انت مربي حمام ازاي. انا مربي في الاوضه المقفوله دي، ده هنا باب سلك وفي باب صاج تاني اهو. الناس طبعا اللي متابعيني عارفين ان انا بقفل على الحمام. الحمام ده اهو، ده باب سلك مقفول اللي انا عملته علشان الحمام ما يمشيش، ما يعرفش يهرب الحمام اهو، اللي هو الباب يقفل كده اهو. والباب الصاج التاني ده الباب الاساسي، فبقفل على الحمام بتاعي كده بالشكل ده. طيب اذا كده انا حمامي ما بيطرش، سواء كنت مربي في سلكات او مربي سايب في الاوضه، يعني مش سايب بيطير شباك سلك بالشكل ده. فانا رديت عليها زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي التعليق بتاعها: لا تقبل شهاده راعي الحمام. قلت لها: عفوا اختي، راعي الحمام مثل راعي الغنم، مثل اي راعي أنت ترعى طائر أو إنسان أو حيوان تؤجر عليه، لكن من لا تقبل شهادته في بلادكم، يسمى الكشاش أو الكشاشين، جمعها الكشاشين طبعا، وهو الذي يطير الحمام ويمسك حمام الآخرين ويستحل هذا، أما من يرعاه فلا شيء عليه. طبعا هي بعد كده كتبت لي تعليق: استفتي، لو مش مصدق استفتي. هو الموضوع بالنسبة لي أنا مش محتاج إن أنا استفتي حد، لأن أنا بربي الحمام زي اللي بيربي الفراخ بالظبط، مقفول عليه. الحمام أولا وأخيرا بالنسبة لي حمام للذبح، ولو كان هو مربي حمام للزينة، لو حد مربي حمام للزينة فهو زيه زي تربية العصافير، تمام؟ طبعا هسيب لك المقالة اللي أنا جايب برضو منها الفتوى، او الفتوى اللي انا جبتها من على الانترنت، يعني هتبحث على جوجل هل تقبل شهادة راعي الحمام، هتلاقي، هسيب لك اللينك بتاعها في اول تعليق تحت الفيديو او في وصف الفيديو، هتلاقيه دلوقتي. لو انت حبيت تقرا الفتوى كاملة هتلاقي فيها جزء تربية الحمام فيه حلال، وجزء التاني اللي هو الحرام اللي احنا هنتكلم عنهم دلوقتي ده. فانا برد عليها ان احنا بنربي الحمام مثل الدواجن، يعني زيها زي البط والوز والفراخ والغنم واي حيوانات بتربيها عشان تاكل منها، في النهاية كله عشان تاكل منها، الا اذا كان اكل الحمام عندكم حرام، ده موضوع تاني ملناش دعوة فيه، فهو محدش حرم اكل الحمام، يعني بالنسبة لنا ان محدش حرم اكل الحمام. ثم زي ما قلت لك ان انا مربي في مكان مغلق، يعني الحمام بتاعي ما بيطرش عند الجيران، ما بياكلش اكل من حرام، ما بيأذيش الجيران، ما بيعملش على الغسيل بتاع الجيران، بيأذيش الجيران في النهايه، ده اهم شيء عندي، ما بياكلش من حرام، ما بينزلش الاراضي الزراعيه ياكل من الزرع اللي زرعه الفلاح فيأذي الفلاح، دي شيء. زائد ان احنا ما بنطيرش الحمام عشان نمسك حمام حد تاني، فهو ده اللي ما تقبلش في رأيي، يعني اللي هو اللي ما تقبلش شهادته، لانه بيمسك حمام الناس التانية. الناس هتزعل مني طبعا، اللي هم بيقولك حمام النش، اللي هو بيمسك حمامة ويسيبها بفلوس وحاجات زي كده، الله اعلم بيهم بقى، لكن احنا بنتكلم ان هو ده ممكن يكون الجزء اللي فيه حرمانية اللي هي تقصده الاخت دي طبعا. لكن انت مربي شيء تاخد منه زغلول، تاخد منه زغلولين تذبحهم، ايه الحرمانية في كده؟ الا اذا كان بقى عندهم اكل حمام هو اللي حرام، يعني انت تذبح الحمام وتاكلوه، ده موضوع تاني ما نتكلمش فيه، ان احنا مش اهل فتوى يعني. لكن احنا مربين الحمام للاكل زي ما حضرتك شايف، انا باكل الحمام. إذا كنت أنت ما بتأكلش الحمام، مطير الحمام، تسأل الحمام بتاعك كل منين؟ هتسأل الحمام بتاعك أكل منين؟ إن كان من عند الجيران أو من أرض زراعية أو كده يعني.
لكن طالما انت بتاكله من حلال فهو من حلال. وكمان حمام بتاعك ما بيطيرش، ما يؤذيش، يعني ما يعملش على ملابس الاخرين يتبرز عليها وياكلهم ملابسهم، فدي طبعا برضو من اذيه الجار. اذيه الجار هي اللي حرام، مش تربيه الحمام هي اللي حرام، لكن اذيه الجار هي اللي حرام. وزي ما قلت لك، اذا كانت تربيه الحمام الزينه حرام، فتربيه العصافير حرام، وتربيه الكلاب وتربيه القطط، مع ان من ممكن الناس تربي الكلاب عشان الحراسه طبعا، فلها فايده برضو تانية مش موضوعنا يعني. فيعني هو تربيه الحمام زي اي تربيه حاجه انت بتراعيها، زي ما بتراعي ولادك بالظبط، احنا بنراعي الحمام بتاعنا زي ما بنراعي ولادنا بالظبط، وعشان كده بنربيه في غرفه مغلقه زي البط والوز والارانب في الاكل يعني. وطالما انك ما بتمسكش حمام الناس الاخرين، اللي هو ده يعتبر سرقه، وعشان كده اللي هو لا تقبل شهادته يعني. وهسيب لك زي ما قلت لك راي الفتوى في اللينك تحت. كمان في حاجه اللي هي ان انت ما تكونش عامل برج عالي وتبص منه على الجيران تشوف عورات الجيران، ده ممكن برضو يكون من الحرمانية او من اذية الجيران. ان انت عامل برج عالي تشوف منه جيرانك وهم في بيوتهم فتؤذيهم. لكن انا طبعا اهو جيراني، حتى التربية بتاعتي الجيران هم اللي ممكن يشوفوني اهو، ده جيران الحيطان بتاعتهم اعلى، ما اقدرش اشوف عندهم حاجه، هم اللي يبصوا عليا يشوفوني يعني. فانا مش عامل برج ولا حاجه، انا عامل اوضه مقفوله، لما ادخل في الاوضه لا هشوف حد ولا حد يشوفني، تمام. فانت لازم وانت برضو بتربي الحمام تراعي الحاجه دي. مفاجاه كبيره جدا يا جماعه هتوفر معاكم في الكلفه في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. انا بدات اكل الحمام خلطه علشان اوفر اهو يا جماعه. الناس اللي هي هقول لكم طبعا على الحاجات دي، لكن انا بقالي حوالي 3 4 ايام باكل الحمام منها. هنشوف برضو الحمام إيه على ما يتعود عليها، هقول لكم الحاجات اللي انا بعود الحمام عليها ايه. زي ما حضرتك شايف هو الحمام بياكل منها، لكن مش زي الدوره برضو طبعا، لان حاجه جديده عليه. اهو ده هيكون موضوعنا في الفيديوهات القادمه ان شاء الله، لان طبعا ناس كتير بدات تصفي، وناس بدات يعني تزهق من الحمام ومن التكاليف، ناس مش قادره تصرف عليه، خاصه اللي بيربي انواع رخيصه زي البلدي زي الزاج اللي انا كنت مربي لي ان انا اكل من ولاده ده، ومربي لحم برضه باكل من ولاده وببيع منه. لكن طبعا عشان التكلفه العاليه في ناس كتير فكرت ان هي تصفي الحمام. ده هيكون موضوعنا في الفيديوهات اللي جايه، لكن انا لسه بجرب، انا بجرب، لكن الحمام بياكلها والحمد لله، بياكل الحاجات اللي انا حاططها بديل للعلف. ما زلت لسه بجرب، فباكله وجبتين، وجبه من اللي هي الحاجات البديله دي، ووجبه تانية من الحبوب اللي هي الكلفه بتاعه الحمام العاديه. هي وفرت معايا بنسبه كبيره جدا، لكن طبعا ان انا ببدا ازود الكميه اللي هي الحاجات البديله دي، بزودها حبه حبه لحين ما توفر معايا اكبر وفر جدا، لان طبعا دور الحمام ب 16 جنيه، ولو عملت كلفه محترمه ممكن تتكلف عليه حوالي 20 جنيه، وممكن تعدي ل 20 جنيه كمان. ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.